السلام عليكم طلابنا الفاضل ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم في محاضرتنا هذا اليوم، هي إعادة وتوجيه وتوضيح. إعادة أنه هذا البي دي اف رقم 3 اللي نشرت لكم إياه قبل شهر حوالي، والإفادة أنه تتعلمون شلون تحلون أسئلة إذا جاتكم من هالقبيل. يعني إذا جاكم سؤال من هالقبيل تعرفون شلون تحلونه. والثالثة أنه على ضوها تيجي هذه كتوجيهات، أنه يجب أن تركز بالحل مالتك وتعتمد كل توجيهاتي اللي راح أقولها، أنه الوحدات تضمينها، كتابة القانون، خطوات، وضوح بالكتابة، تحويلات إذا تحتاج، كل هالأمور ضرورية. لا تكتب لي بس أرقام، يعني قانون ورقم ما راح أخذ بيه نهائيا. فعلى حال أنا في الوقت الحاضر اكتفيت من التوجيهات، ندخل في صلب الموضوع واللي هو مثل ما تذكركم أنه التطعيم اللي يسميه إحنا دوبينج للأشباه الموصلات. ومرت عليكم قوانين أو ذكرت لكم قوانين بها كثيرة، فمن ضمنها أنه الريستيفيتي والكوندكتيفيتي والموبيليتي. طبعا مثل ما تشوفون هنا أنا بس بالمعادلة هذه أنه هاي الكوندكتيفيتي، بس خلنا غير المؤشر حتى يصير واضح أمامكم. هاي الكوندكتيفيتي اللي هي تساوي الشحنة، شحنة الإلكترون في تركيز، يعني عدد الهول أو الإلكترون لكل 6 متر مكعب. وهاي الموبيليتي تعرفون بها الإلكترون موبيليتي أو الهول موبيليتي. طبعا هنا هاي الإلكترون موبيليتي اللي وحداتها جاي يشوفونها أنه سنتيمتر سكوير على فولت سكند، يعني هذه. فإذا يجينا مثال مثل هسه، هذا يحكي بس موضوع انترنسك. انترنسك معناته شنو؟ هو بيور سيمي كوندكتر، يعني ما مطعم. ف the mobility of free electrons and holes، هنا free electrons and holes يعني الثنياتهم. الجرمانيوم مطينيهم 3800 و 1800 سنتيمتر سكوير على فولت سكند. طبعا 3800 المل للالكترونز، انتبهوا لها، وال 1800 للهولز. ليش؟ لانه الالكترون الموبيليتي مالته اسرع، دير بالكم. The corresponding value for pure silicon are 1300 and هذه respectively قلنا عليها ان انا The corresponding for pure silicon مطينا هذاك للجرمانيوم، وهنا للسيليكون 1300 و500 سنتيمتر سكوير على بول سكند. هاي الموبيليتيز respective determine the value of intrinsic conductivity، يعني هذه زين. ومطينا لين اي اللي هو الكونستراكشن مالته، هذا للجرمانيوم وهذا المن للسيليكون. تلاحظوا انه هنا الجرمانيوم قيمته تختلف عن هذه فور سيليكون بالروم تمبرشر. روم تمبرشر يعني 300 كلفن حوالي. نبدأ بالمرحلة الأولى، المن للجرمانيوم، بس نكتب المعادلة. معادلة اللي هي سيجما اي، معناتها اي هنا شنو؟ سبسكريبت اي، يعناتها انترنسك شحنة الإلكترون، نفس الشحنات الهولز. وهنا الكونستريشن اللي هو بير سنتيمتر تكعيب، وهاي الموبيليتيز نعوض مع وحدات يطلع لنا هاي قيمته. بس هنا افضل شيء تكون افضل مو هالوحدات، وحدات هي اوم سنتيمتر اس ناقص واحد، انك كاتبها سايمنز على سنتيمتر سكوير. سايمنز هي واحد على اوم، يبقى فيصير واحد على اوم سنتيمتر او اوم سنتيمتر ناقص واحد. واضح طلاب؟ مجرد هنا عادة،
طبعا ما يجيكم هيك سؤال لكم يعني اطمئنوا بالسيليكون نعيد نفس هذا بس نعوض بالقيام هذا وتطلع لنا نفس النتيجه. السدلكات هي صعيد مال التاكي عندنا المثال او المساله الثانيه شويه هاي اهم من المساله الاولى انه بيها ايضاح. تذكرون انه من انطعم بي تايب او ان تايب راح يتولد عندنا من طعم بي تايب يتولد عندنا فيرمي ليفل يتغير موقعه اللي يصير قيمته 0.3 الكترون فولت اباوف ذا بالانس باند اللي هي جوا يعني مباشرة فوق البالانس باند. اترم تابلس قلنا عليه 300 كلفن ديترماين ذا نيو بوزيشن اوف ذا فيرمي ليفل فور تمبرتشر 350 و400 مره 350 مره 400 طبعا يتغير عندي هنا هاي التي هاي تعرفون ان الكي هي بولتزمان كونستانت وهذا يمثل الان في للبالانس والان للاي للاكسبتر اللي هو قريب من هذا فنقرب يعني طبعا هذا الاي اف ناقص الاي في طبعا مجرد يعني ادخال واخراج خرجنا الاي في فصير هنا سالب هذه نجي ب 300 كلفن بس نعوض هنا الساوي كانت عندنا 3/10 كترون بولت 300 قلنا عليها درجة كلفن وهنا الكي ولين ان بي على ان بي ان بي على ان اي مجرد انه هذا هو صار عندنا القانون ب 350 راح يصير عندي هنا انا من هذا اي اف ناقص ان اي بي طبعا خلى هنا اي 1 اف 1 وذيك راح يصير اف 2 350 كلفن لين ان بي على ان اي من هالمعادله هذه في يصير عندي وسطين الطرفين نضربها لان هاي يساوي 3/10 فشي يصير عندي هنا راح تختصر هاي المعادله وهي هاي المعادله فاللنات ذن يطيرن اثنيناتهن وسطين الطرفين قصدي نعوض حتى لو اذا نعوض على اللن نجي عن اللن ان بي على ان يساوي بوينت هالشكل هذا على فمن نجي نعوضها فتجي هنا تصير عندي هاي المعادله يعني نعوض هاي المعادله بهالمعادله هاي عن لو نطلعها فصير 0.3 على 300 كي يساوي ان في على ان اي لن ان في على ان اي فنعوضها هنا فايش يصير 0.3 على 300 كي فعلا هي 0.3 على 300 كي اللي هي هذه يعني بس انا مسوي وسطين طرفين على تحال الفرق بيناتهم طلع هاي ضربها تطلع عندنا قيمتها 0.35 الكترون فولت مجرد هنا راح نعوض درجة حرارة 400 ونسوي نفس الاسلوب يطلع عندنا قيمة الفيرمي ليفل وين يصير هذا المثال أهم منهن ثيناتهن اللي سبقا وتوقعوا أو محتمل يكون من هالطراز يكون الأسئلة find the concentration densities يعني هنا concentration يعني قلنا عليها density اللي هي لكل سنتيمتر مكعب of all an electron يعني هنا densities find the concentration يعني الان اللي هي مقصود بها هنا البي والان يعني هنا هاي الان وهاي البي مطلوب من عندنا of an electrons طبعا هنا البي للهولز والان الالكترون ان ان تايب مره ناخذ الان تايب اللي هي ب 300 درجه مئويه سيليكون اف ذا كونداكتيفيتي مطيني اياها 300 اوم سنتيمتر ناقص واحد ومطينا هنا also find these values for B type
طبعا اذا عندنا ان تايب لازم شو نطلع هنا؟ نطلع البلين تايب، نطلع نمبر اوف هول اند الكترون. طبعا راح يطلع لنا نمبر اوف الكترونز هنا، بس الهولز نطلعها من البي يعني. وبالثاني اوسو فايند ذا فالوز يعني الان والاي والبي، بي تايب للسيليكون 300 درجة، وش مطينا هنا الان اي 1.5 في 10 اس 10 سنت على لكل سنتيمتر مكعب، الميو ان هالقد قيمتها والميو بي هالقد قيمتها. الكونستريشن ان ان تايب، نجي ناخذ الكونستريشن ان ان تايب. زين الكوندكتيفيتي هذا قانونها سيجما الساو كيو في الان في الميو ان، طبعا لانه هو ان تايب فراح يتغلب عندنا بس اليو ان، ما عندنا اليو بي الميو بي دير بالكم. فمن ناية الان هو الكونستريشن للالكترونات يساوي سيجما على كذا، نعوض بسيجما على 300 هذه على الكيو اللي هي مطنية وحسته بالعشرة في طبعا شريحة الالكترون هذه، وهنا اللي موجودة عندنا اللي هي المن 1300 الميوين، مجرد طلعها. بعدين من قانون عندنا هذا القانون لازم نحفظه او تحفظونه طلاب، الان في البي، ان في البي ساوي ان اي سكوير، نقدر نطلع من عند البي ونقدر نطلع من عند الان، واضح؟ فمن هاي البي لان هو عندنا مطلعين احنا طلعنا الان هذا هو يمثل الان، وبقى لنا البي مطلعين ان اي مجرد الربع منقسمه على هذا الان يطلع قيمه او كونستري او مو قيمه يعني تركيز حوامل الشحنات الهولز، شوفوا قيمتها 10.2 في حين 10.18 لأن ان تايب. زين يعني فرق 10.16 مرة. نجي على البي تايب نفس الاسلوب، بس هنا قلنا مكان هنا سيجما ساو كيو في الان في الميو ان، هنا في البي تايب يصير سيجما كيو في البي في الميو بي، في المجهول عندنا البي هنا نطلع مجرد هنا نعوض يطلع عندنا قيمته تقريبا طلعت هاي القيمة مقاربة لهاي القيمة، وأيضا نطلع قيمة الآن في البي تايب اللي هي تطلع قيمتها تلاحظوها أيضا قليلة جدا لأنه أصلا بي تايب فنمبر أوف إلكترون تكون قليلة، في حين في الإن تايب نمبر أوف هولز تكون قليلة. فرجاء ركزوا على مثل هيج مسائل تجيكم وأيضا تحلوها بديكم وعلى الغيب، تنقلوا للسؤال مثل هذا السؤال تنقلونه وتحاولون تطلعون هاي القيم بالحاسبة مالتكم حتى ما تغلطون يوم الامتحان، يعني القيم تطلع عندكم يعني ما اجيب لكم نفس القيم. اذا اجيب طبعا بالتأكيد راح اغير وتطلعوا لي القيم الحقيقية مو لطش. السؤال الاخر او المثال الاخر ايضا مهم، تلاحظون ان انا مطين هنا resistivities هي عكس الconductivity، يعني resistivity شوفوها الرو واحد على سيجما الconductivity، هاي resistivity وهاي conductivity دير بالكم. تلاحظون resistivities of the B type and N type، B type N type دير بالكم of germanium اللي هي 6.4 ohm سنتيمتر، لو conductivity تصير أوم سنتيمتر ناقص واحد المقلوبة دير بالكم ريسبكتيف، يعني هاي شنو هذه؟ هاي الأولى للبي والثانية للين دير بالكم، لا حد يخلط بيناتهم. من يجيكم ريسبكتيفلي معناتها الأولى للبي والثانية للين. كالكوليت ذا كونتاكت بوتنشال، هذا مهم شلون نطلعه؟ لازم هذا القانون تحفظونه الطلاب، هذا القانون تحفظونه مثل هذا القانون مثل هذا القانون مثل اللي سبقه، فرجان حفظوهن ذني هاي القوانين تحفظونها مثل حاب محافظين اسمعكم. والقانون اللي سبقه اللي هو N في البي ساوي N I سكوير نقدر نطلع من عنده، يعني هذا القانون وهذا القانون وهذا القانون يحفظ على الغيب مثل محافظين اسمعكم. المهم اللي هو هنا مطلوب من عندنا الفي نوت كونتاكت بوتنشال دير بالكم، contact potential and the potential energy. هنا potential energy تعرفونها
تنحسب بهالشكل هذا، حاصل ضرب، حاصل ضرب. هسا أرويكم إياه. If the doping disease هنا مجرد أنه ضاعفت. يقول لك if the doping densities يعني هاي doping densities ضاعفت are doubled determine B note من جديد B note given Q هلقيت الان I هلقيت الميو B هلقيت والميو N هلقيت والVT اللي هي هاي مختصر KT دير بالكم اللي ما جاية من من هنا الVT هاي هي البي نوت تساوي KT لين هذا فالVT جاية هي مختصر مال كيتي اللي هو قيمته حاصل ضرب بولتزمان في 300 درجة مئوية كلفن عفو تطلع عندنا 26 بالألف بولت زين 300 طبعا 300 كلفن البي تي يساوي كيتي والكي بولتزمان كونستانت مضروب في 300 يطلع عندنا هذا القيمة. هسه نجي شلون نحل هذا المثال. نجي من قانون الستيفيتي مطينا هو الستيفيتي كل حالة هاي وهاي ناخذ الجزء الاول بعدين نضاعفها. فالحاله الاولى اللي هي رو استيفيتي سواد على سيجما مقلوبها وهنا سيجما تعرف بايش تساوي كلمه مقابلها تساوي الان طبعا هنا مخلي هو الان بي هو قسم على اساس يغير بهال يخربط الطلاب مفروض هذا ان بي معناتها الكيو في الميو بي بس هنا اكسبتر يعتبره اللي شو يساوي هنا اللي يساوي هنا واحد على سيجما مطينا هو ريسيبتي اللي يساوي المفروض يخليه هنا يساوي 6 هذا خطأ هنا طبعا سيجما رو يساوي 6 ويساوي واحد على هذا القيمة فمنا لين اي حاصل ضرب وسط الطرفين فش يصير عندي هو المجهول عندي لين اي شو قد نطلع قيمته اللي هو هنا اللي اكسبتر ستيت فواحد على ستة في كيو وسط الطرفين يعني هذه هاي ستة مضروبة في هذه هي يساوي مفروض موجودة بس نعوض بيهن تطلع عندنا قيمة هذه الان دي هو للمن هنا للان ريجن هذا البي ريجن وهذا الان ريجن هذا الاكسبتر وهذا الدونر لان هنا قايل بي يعني اكسبتر والان هو الدونر اللي هو الان دي نفس القانون بس نعوض به فايش يصير عندي يعني بس عوضه مجرد يصير هنا ومثل هذا مكان واحد على ستة كيو في الميو بي يصير واحد على أربعة كيو في الميو ان دير بالكم وايضا عوض بس انها نسب شديد هذا ما يستخدم الوحدات بس انت تبهوا لها لازم تعوضون بالوحدات فطلع القيمة مقاربة نفس القيمة مو مقاربة وإنما نفس الصدفة نطلع بعدين contact potential بس نعوض به ونعوض عن قيم هذا الاثنين هذا وهذا فحصل ضربهم طبعا هو غلطان واحدة طالعة هالقد واحدة طالعة هالقد ياها من عتين اللي هو الان اي طالع هنا أنا point 411 يعني هو غلط هنا وعدة غلط خطأ ويعوض عن انا اللي قيمته 2.5 × 10^13 ها كلها تربيع طبعا تعرفون هذا اني واحدة بالثانية فالطير هاي كلها يبقى بس عندنا هذا البولت فيطلع عندنا قي طبعا ما سبب لازم هذا يتقرب وتعرفون شلون استخدمون لين لهاي القيمة طلع عندنا قيمتها اللي هي هذه يتمثل الاي نوت زين هو نفسه البي نوت من نضاعفها بس مجرد نضرب في اثنين يعني هذا هنا هذا الرقم نضربه في اثنين هذا كله ينضرب في اثنين زين يعني اثنين في هذه اثنين في هذه على هذا نفسه يعني لان دبلت جاي بها يطلع عندنا الاي نوت قيمته ضاعفت اكثر من ضعف واحد هنا 15% هنا صار حاول 2% يعني زاد 5% حوالي أو 4% هذا المثال ما يهمنا لأنه يتعبنا ويتعبكم هذا أيضا ما يخدم ما يتعبنا ويتعبكم قلت المثال
لهنا انتهت محاضرتي. أعيد وأكرر الطلاب الأفاضل، لأرجو من عندكم أنه تهتمون اهتمام واسع بالملاحظات اللي قلتها، وهاي الأمثلة تنقلوها على ورق وتحلونها بشكل غيبي حتى ما تخطون يوم الامتحان. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.